عرفني أسامة عبد العزيز. لا هتغلط هنغلط يابا، مش عايز غلط بالصلاة على النبي. يا عمنا ما غلطش، ده بيقولك أسامة عبد العزيز. صوته كأنه بيغلط كده، ما اعرفش. قولي يا أسامة، ايه أغرب موقف اتخصم لك عشان؟ لا مثلا أكسر طبق في المطعم أو في الشغل عادي. أنت إيدك سايبة على طول. أنا شغال مع أبويا فما بيتخصم لي. بيتخصم لك جاي بابا يا بابا ابن صاحب الشركة؟ أبويا. لا وانا كده ما بتخصمنيش، لان برضك شغال مع ابويا وشغال مع اهلي. برضه شغال مع ابوك انتوا؟ طب ما تشغلوني معاك. ادي معاك، ادي معاك يا سيدي، ادي معاك. على طول باكل. شغال اكل، شغال اكل، هي بقت مهنه. ان انا كنت في مره طالبه اكل ونزلت استلم الاكل من تحت. بتحب الاكل؟ الاكل هم ولا الشغل؟ لا الاكل. امك ولا الحب يا طه؟ ازاي امي تسالي سؤال زي ده؟ رحاب طبعا. صحيت وجاي الشغل في معادي زي ما باجي، فهم دلوقتي الطريق قفل علينا في الدائري فوق، فاحلف لهم واقنعهم، قال لك لا كده مش هينفع. فالاول مره في حياتي يخصموا لي نص يوم. حادثه بسيطه كده بس حضرتك اطمن، انا سليم يا اخويا. اولع هتعمل ايه لو قانون العمل بينص انك لو ضربت مديرك تاخد 3 ايام خصم بس؟ 3 ايام خصم بس وقانون العمل وهيبقى خاص وعام؟ ده انت يومك اسود، يومك اسود، يومك اسود. لو ضايقني او مثلا جه على حد من اهلي انا هتعامل من غير حتى ما هتضربه. يعني من غير ما قانون العمل يا نص انت عايز تضربه؟ طيب هضربه. انت بتحب تضرب؟ هم مضايقين على الشباب قوي. هم مضايقين قوي والله. انت نفسك تضربه؟ والله نفسي. لا مش ابويا. لا 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 صل على النبي، مش ابويا. انا بجرجرك. هو مثلا لو هني وسط الناس او شتمني فعلى طول يعني بتعامل. انت انا حاسس انت عايز تضرب. لا انا نفسي والله. نفسك؟ اسمه ابو فريده اصلا. والله انت بايع نفسك على طول. بيعاملني اسوء معامله والله. اموته اكيد. ايه ده؟ يبقى على بركه الله ونشمر بقى. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكت. ايوه. طب بوجه له كلمه بقى. بوجه له كلمه يعني اتقي ربنا فينا وربنا يبارك لك في اولادك. ابويا انا وكل اب يعني ورب اللي عنده اب ربنا يخليه له يا رب. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ انا نفسي اقول لك ابو فريده انا خف ضرب علينا شويه. هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟ ابو فريده بعد اذنك احنا زودت لنا الفلوس شويه، ما الحاله ضن. زودونا يا انتوا، مش هتخسروا حاجه لما تزودونا 20 ايه. عايز اغيب 10 ايام اخدهم اجازه اطلع على دهب، ممكن؟ مال مش سالتني السؤال، اجاوب بقى سيادتك. اجاوب سيادتك. وانا كمان والله باخديني معاكي.